بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تعالى بقى نكمل مع بعض آخر حاجة في قاعدة البيانات بتاعتنا اللي إحنا عملناها في المحاضرتين اللي فاتوا، ونشوف مع بعض إزاي هنضيف جدول للفواتير بالنسبة للمبيعات وجدول للفواتير بالنسبة للمشتريات. قاعدة البيانات اسمها ستور دي بي، التيبلز بتاعتها اهي بعد ما عملناها اب كلاينتس اب اكسبنسز كاتيجوريز ديلي ليست والبرودكتس كاتيجوريز والبرودكتس ليست والاب سبلايرز اليوزرز الجروبس بتاعتهم والبريفليجز بتاعت الجروبس دي والبريفليجز نفسها والبروفايلز. طبعا احنا وضحنا انه البروفايلز تابعة لليوزرز بعلاقة 1 تو 1، الجروبس طبعا الجروب الواحد ممكن يكون ليه اكتر من يوزر او ممكن يحتوي على اكتر من يوزر، البريفليج عبارة عن صلاحية، اليوزر ممكن يكون ليها أكتر من صلاحية طبعا، الصلاحية ممكن تكون لأكتر من يوزر، ولكن احنا ما لعبناش على اليوزر، لعبنا على الجروب نفسه، فبالتالي الجروب نفسه بياخد الصلاحية، وطبعا ده بناخده عن طريق ايه؟ عن طريق اليوزرز. طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض بقى دلوقتي حاجة مهمة جدا، وهي نكمل مع بعض بقية الجداول اللي احنا المفروض ان احنا نخلصها علشان نبدأ في البرمجه بتاعتنا. نشوف مع بعض، احنا طبعا زي ما كنا عارفين اخر حاجه وقفنا عندها كانت عباره عن الاكسبنسز بعد ما ضفناها. عندنا دلوقتي بقى كمان زي ما حضراتكم عارفين المعاملات بتاعتنا اليوميه او الاسبوعيه او ايا من كان من وقت احنا هنطلع فيه فاتوره، فعندنا مشتريات وعندنا مبيعات. طبعا خد بالكم ان احنا واحنا شغالين كمان لازم يبقى عندنا مجموعه تانية من الاكشنات مهمه جدا الناس تحطها في الاعتبار، ودي هتفيدنا جدا واحنا شغالين في البروسيس بتاعتنا واحنا بنحط الكومبوننتس الاساسيه او الاجزاء الاساسيه المكونه للبرنامج، هتفيدنا جدا في ان احنا كمان نتحكم اكتر في حركه سير البرنامج. يعني مثلا على سبيل المثال دلوقتي انا لما اجي اشتغل على الفواتير بتاعتي، الفواتير بتاعتي زي ما حضراتكم عارفين هتبقى فاتوره للمشتريات او فاتوره للمبيعات. بالنسبه مثلا لفاتوره المشتريات انا عندي قائمه من المنتجات اساسيه هضيفها عندي في فاتوره المشتريات، وهحدد طبعا المورد بتاعي الاساسي اللي انا اشتريت منه البضاعه دي على سبيل المثال، وطبعا هيبقى فيه اجمالي للفاتوره، هيبقى فيه وقت زمن اتعمل فيه الفاتوره غير الحاجه اللي اتحطت في الفاتوره نفسها، وطبعا ده مهم جدا. فهيبقى عندنا هنا تشالنج او تحدي ان احنا نعرف ازاي نقدر ان احنا نعمل الفواتير بتاعتنا بشكل صحيح. فطبعا من الحاجات اللي تهمني جدا ايه؟ انه انا دلوقتي لما اجي اشتغل على الفاتوره بتاعتي مثلا على سبيل المثال، انا عايز اقول انه انا هعمل فاتوره هحط فيها ولنفترض اسم العميل بتاعي، وطبعا ده هيجي اوتوماتيكيا منين؟ من ربط الجدول ده بالعملاء. عايز مثلا على سبيل المثال احط في الفاتوره الكاتيجوري بتاعي، طب انا هحطه ليه؟ برضه نفس الكلام، طالما انا هربطه في الاول او في الاخر كفاتوره بال اللهم صل على رسول الله البرودكتس بتاعتي، فبالتالي لازم اعرف ازاي هقدر انا اجيب البيانات دي من غير ما اضيف حقول بيانات ملهاش اي لازمه بالمره. ده اللي انا هحاول النهارده ان شاء الله ان انا اوضحه وانا بعمل الفاتوره بالذات، لان هي فيها تركايه او تشالنج هتوضح لكل الناس اللي بتبدا وبتقول يا هادي بسم الله انها تعرف تعمل الحاجه بطريقه صحيحه ومنظمه. فطبعا احنا هنبدا بفاتوره المشتريات وهنروح برضو على فاتوره المبيعات، الاثنين تقريبا هيبقوا قريبين من بعض، لكن زي ما قلت لكم انا هخف الحمل عندي على قاعده البيانات، فمش هعمل كل حاجه في جدول واحد، انا هعمل جدول للمشتريات كفواتير والمبيعات كفواتير، بس يهمني جدا انه احنا نفصل الاثنين عشان لما يكون في عندي مشتريات اقدر اطلعها بسهوله من جدول المشتريات، لما يكون عندي في مبيعات اقدر برضو اطلعها من جدول المبيعات على سبيل طبعا الحصر بالنسبه للبيانات اللي موجوده عندنا على البرنامج. وده يهمني جدا طبعا ان انا قلت قبل كده ان احنا بنحاول نخف الحمل عن الجداول نفسها زي ما عملنا بالظبط مع العملاء والموردين. ما هو العملاء بتوعي على سبيل المثال زي ما حضراتكم عارفين انا عملت لهم جدول وهو هو بقى جدول الموردين، كان ممكن اعمل الموردين اول وبعدين يبقى هو برده جدول العملاء، بس يهمك جدا انك تعمل الاثنين كمان في جدولين لحاجه مهمه جدا، وهي انك بتحط في الاعتبار الاكستندبيلتي مستقبليا. بمعنى ان انا ممكن اكستند او اضيف او اوسع التطبيق بتاعي، فيبقى مثلا على سبيل المثال العميل بتاعي له بيانات اضافيه مختلفه عن
المورد. في الحالة دي كان هيبقى احنا زي ما شرحنا قبل كده هيبقى فيه صعوبة في ان احنا نخرج البيانات من جدول واحد علشان نفصلهم تاني في جدولين. لا احنا ريحنا نفسنا من الاول لان احنا واحنا بنفكر بنحط قدامنا كل الاحتمالات الممكنة اللي احنا ممكن نتعرض لها. وده يهمك جدا كمطور محترف طبعا، لان انا يهمني جدا ان انا طبعا اساعد الاخوة كلهم الافاضل في ان هم يوصلوا لحتة الاحترافية دي. طيب انا لو جيت دلوقتي بقى عايز اعمل الفاتورة بتاعتي هعمل ايه؟ اكيد طبعا الفاتورة بتاعتي هتبقى عبارة عن الاتي، هتبقى عبارة مثلا عن رقم الفاتورة، ونفترض اهو بالشكل ده كده، اهو رقم الفاتورة هيبقى فيها طبعا رقم العميل، او هنا مشتريات هتبقى مورد، يبقى المورد طبعا يعني انا كده عندي اي دي للفاتورة وعندي الاي دي بتاع العميل، يبقى كده انا ربطت الايه، ربطت الفاتورة بتاعتي بايه، بعميل زي ما حضراتكم عارفين. لان يعني طبعا لما نيجي نقول الفاتورة بتاعتي علاقتها ايه بجدول الموردين، الفاتورة الواحدة زي ما حضراتكم عارفين تابعة لايه، تابعة لمورد. المورد ممكن يكون ليها اكتر من فاتورة، انما الفاتورة الواحدة تابعة لمورد. فانت لما تيجي تبص على العلاقة ما بين الفواتير بتاعة المشتريات والموردين هي علاقة one to many. لما تبص على العلاقة بالعكس من ناحية الموردين للمشتريات هتبقى علاقة ايه؟ تبقى علاقة one to many. هنا علاقة many to one. ليه؟ لانه انا دلوقتي لما اجي اتكلم عن المشتريات الفواتير بتاعتي ممكن يكون عندي 100 فاتورة، منهم 70 خاصين بفلان و30 خاصين بعلان وهكذا. ممكن الفاتورة بتاعتي بقى في الحالة دي لما اجي اتكلم عنها بالنسبة للموردين، لا هي الفاتورة تابعة لمورد واحد مش من موردين وهكذا. طيب تعالوا مع بعض نشوف احنا هنعمل مع بعض رقم الفاتورة، رقم المورد. هنعمل مع بعض برضو حاجة زي حالة الفاتورة. حالة الفاتورة. ودي أنا عايز أعملها كحقل بيانات أقول فيها الفاتورة. هل هي على سبيل المثال مدفوعة جزئياً أو مدفوعة كلياً؟ فهعمل مثلاً بدل ما أسميها حالة الفاتورة مثلاً هتبقى حالة الدفع. يعني الفاتورة بتاعتي دفعت جزئياً ولا كلياً؟ هقول نوع الدفع. لأن أنا هحدد هل الدفع بتاعي هيبقى فاتورة بالآجل ولا فاتورة هتدفع على سبيل المثال بحوالة بنكية، ولا مثلا هتبقى فاتورة على سبيل المثال هتدفع بشيك ونفترض، فبالتالي او هتدفع مثلا كاش. ممكن يكون عندي اكتر من شكل لايه، لطرق الدفع بتاعتي. طبعا ده يهمك جدا طبعا وانت ايه وانت شغال. فبرضو من الحاجات اللي انا عايز اركز عليها في الفاتورة طبعا وقت الايه، وقت عمل الفاتورة، الفاتورة اتعملت امتى بالظبط، تمام بهذه الشكل. ايه تاني ممكن نحطه في الفاتورة؟ احنا عندنا رقمها، عندنا رقم المورد، عندنا حالة الدفع، عندنا نوع الدفع، عندنا وقت عمل الفاتورة. هتيجي بقى تقول لي الاجمالي، هقول لك لا سيبه على جنب دلوقتي ما ينفعش. هتقول لي ليه؟ هقول لك حالا دلوقتي. هتقول لي ايه تاني ممكن مثلا نفكر فيه؟ فكر معايا كده، ممكن مثلا يكون ملحوظة على الفاتورة او بهذه الشكل ملحوظة مثلا نصية. ممكن يكون فيه خصم على الفاتورة، ولنفترض بهذه برضو الايه، بهذه الشكل. هتيجي تقول لي بقى طب محمد انت لسه ما كتبتش المنتجات اللي موجوده في الفاتوره. هقول لك لا ثانيه واحده بقى، انا مش هحط المنتجات كلها في عمود واحد. هتقول لي تصدق ده احنا ممكن يكون عندنا اكتر من عنصر. هقول لك بالظبط، الفاتوره الواحده هتبقى موجوده في جدول الفواتير، انما متعلقات الفاتوره او المنتجات اللي طلبناها في الفاتوره ده جدول تاني، فهتبقى علاقتها one to many. يعني الفاتورة واكتر من ايه، من منتج جواها. فهتقول لي ازاي؟ هقول لك هنا اصناف الفاتورة بهذه الشكل اهو. وطبعا ده هيكون جدول هنحط فيه بقى ايه، رقم الصنف او اي دي مثلا على سبيل المثال بالشكل ده كده، زي ترانزاكشن اي دي مثلا او ايتم اي دي. ولنفترض هنحط فيها البرودكت اي دي اللي هو رقم المنتج نفسه، الكمية اللي اتطلبت منه، والسعر افتراضيا او زي ما انا هحطه على سبيل المثال.
بهذه الشكل. اذا هنا هحط كمان رقم الفاتورة. بتعالى بقى معايا، انا هنا ما عملتش جدول واحد بس، لا ده انا عملت جدولين. تعالى بقى نطبقهم نشوف مع بعض. هعمل معاكم هنا create table app purchases invoices اهي بالمنظر ده كده. هقول فيه ايه؟ الانفويس اي دي int unsigned dot null primary key auto increment. هحط فيها كمان الايه؟ رقم المورد اللي هو السبلاير اي دي. طبعا int unsigned dot null primary key. انا مش اسف طيب حاجه كمان اقوم قايل ايه؟ عايز حاله الدفع، يبقى حاله الدفع ونوع الدفع. ممكن نقول الاول payment. طيب ده عباره مثلا عن tiny integer of 1 كده not null، هنحدده واحنا ماشيين مع بعض دلوقتي. payment status بهذه الشكلة. طيب تعالى نشوف مع بعض. نقول مثلا ايه؟ نقول اللهم صل على رسول الله. نوع الدفع تمام. طبعا payment status بتاعتي هتبقى برضو tiny integer من قيمة واحدة بس اطنال برضو. created طبعا ده هيبقى date not null بهذه الشكل. خصم لو في خصم وطبعا هيبقى اخره قيمة معينة احنا هنحددها. فنقول مثلا الخصم عبارة عن ارقام بالنسب المئوية على سبيل المثال، او بقيمة رقمية من اجمالي الفاتورة بتاعتي. فبالتالي انا لو هعمله كده او هعمله كده، هعمل حاجة جميلة جدا. هنمشيها مثلا دلوقتي بالطريقتين، انا عايز اخليها بالطريقتين عشان اعمل تشالنج اكتر في الفاتورة. فهعمل مثلا التاكس، ونفترض انا اسف الديسكاونت بهذه الشكلة. يا ابن الحلال في ايه؟ ديسكاونت بهذه الشكلة، وهخليه ديسيمال، وهخليه مثلا ولنفترض لو قلنا ان قيمة الفاتورة ممكن توصل مثلا الى 100,000 مثلا على سبيل المثال يعني. فانا هخليها مثلا سي 8 ارقام وراهم 2 بعد العلامة العشرية. وده طبعا اوبشنال، مش لازم يكون ايه اساسي. طيب اجمالي الفاتوره، لا اجمالي الفاتوره ده مش هحطه، انا هحسبه بناء على الكميه والسعر اللي انا هعمله، يعني ديناميكيا انا هحسبه. حلو جدا الكلام ده. طب تعالى بقى نعمل الفورين كيز بتاعتنا. احنا عندنا طبعا زي ما انتم عارفين الايه؟ السبلاير اي دي. فورين كي اللي هو سبلاير اي دي يرفرنسز الاب سبلايرز اوف السبلاير اي دي بهذه الشكل. كده احنا عملنا جدول الانفويسز بتاعت الايه؟ بتاعت المشتريات اللي هي فواتير الايه؟ المشتريات بتاعتي. في هذه الحاله طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا نسينا حاجه مهمه جدا، وهي مين اللي عمل الفاتوره دي. يبقى هنعمل alter table app underscore purchases underscore invoices add user id، وده عباره عن نشوف مع بعض كده. لو دخلنا على MySQL تاني بهذه الشكلة use store db show tables، او هنقول على طول describe app underscore users. ده عبارة عن integer unsigned. ماشي، يبقى integer unsigned dot null بالشكل ده. وهنعمل alter للتيبل نفسه app underscore purchases invoices، وهعمل add لفورين كي اسمه user id بهذه الشكلة بي references ال app underscore users of ال user id بهذه الشكلة. يبقى احنا لو عملنا show create table app underscore purchases invoices هيدينا ايه؟ هيدينا هنا زي ما حضراتكم عارفين اتنين كيهات، هما السبلاير اي دي واليوزر اي دي زي ما حضراتكم شايفين كده. حلو جدا، دول كده الفورين كيز بتوعنا اللي احنا هنشتغل عليهم طبعا.
لو كانت ربطه خلاص بجدول الاي المستخدمين. تعالى بقى نعمل مع بعض الالتر تيبل، انا اسف يا ربي، كرييت تيبل اب اندرسكور بيرتشيسز اندرسكور انفويسز اندرسكور ديتيلز، ودي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اي دي عادي بهذه الشكله للريكورد نفسه، انتجر انسايند نوت نال برايمري كي اوتو انكريمنت. هنقول مع بعض كمان ان احنا عايزين نحط البرودكت اي دي، وده عباره عن انتجر انسايند نوت نال، وهيبقى عندنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين كمان الكوانتيتي دي هتبقى عباره عن انتجر، ممكن تكون سمول انتجر كمان يعني مش حاجه كبيره، حتى كمان برودكت انا اسف اللي هو الاي دي نفسه ممكن يكون سمول انت، لانه ما اعتقدش يعني ان احنا هنوصل لالافات الاصناف جوه فاتوره واحده، وهكذا. كوانتيتي سمول انتجر طبعا ده اساسي مليون في الميه هتبقى نوت نال، وهنيجي هنا ونقول عايزين كمان البرايس اللي هو البرودكت برايس، وده هيكون طبعا عباره عن ايه؟ عباره عن ديسيمال خليه 6 معاها 2 خليها مثلا 7 ورا 2 بالشكل ده نوت نال بهذه الشكل. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الايه الانفويس اي دي، وده هيبقى طبعا عباره عن انت انسايند نوت نال، وهيبقى عندي فورين كي اللي هو طبعا البرودكت اي دي، وده بيشير الى جدول الايه البرودكتس ليست اوف البرودكت اي دي، وعندي كمان فورين كي اسمه الانفويس اي دي، ده بي ريفرنسز اب اندرسكور بيرتشيسز اندرسكور انفويسز اوف الانفويس اي دي. بهذه الشكلة احنا عملنا ايه؟ جدولين. تعالوا بقى معايا كده نشوف مع بعض، لو عملنا شو للتيبلز، عندي هنا البيرتشيسز اللي هي المشتريات ليها انفويسز، والانفويس الواحد ليه ديتيلز، حط بقى براحتك زي ما انت عايز. وبكده تبقى انت بدأت تفهم اكتر واكتر ان في حاجات لازم تتفصل عن بعضيها، لان انت بعقلك كده يعني احنا كنا هنحط الكلام ده كله ازاي؟ هل كنا مثلا هنشتغل باسلوب خاطئ؟ في ناس يقول لك ايه؟ اعمل حقل بيانات وهات اري حط فيها بقى ايه؟ كل بقى البرودكتس بالكميات اللي احنا حطيناها بالاسعار بالكلام ده كله، واعمل لها سيريلايز او جيسون انكود وارزعها قاعة البيانات. لا ما ينفعش الكلام ده. انت هنا عندك اكتر من ايتم، وطالما انت بتتكلم عن انه العنصر الواحد بتاعك او الموديل الواحد بتاعك في قاعده البيانات او حتى لوجيكالي منطقيا في البرمجه هيكون مربوط باكتر من عنصر تاني، فافصلهم عن بعض مباشره واربطهم بحاجه مشتركه. هنا احنا ربطناهم بالايه؟ بالانفويس اي دي، ما هو الانفويس ده العناصر دي بتاعته هو، وهكذا. كده طبعا انا اقدر بقى ان انا اطلع زي ما حضراتكم عارفين ايه السعر إيه اجمالا على طول مره واحده، وده هيخلينا عندنا الامكانيه اكتر ان احنا نفهم ماي اس كيو ال اكتر، لان احنا نفهم هنكتب مع بعض كويريز هتبقى افضل وافضل وافضل، وهتقويك كمان انت وانت بتستخدم الكويريز بتاعتك. حلو قوي الكلام ده. طيب انا عايز كمان ايه؟ عايز كمان اللهم صل على رسول الله اعمل حاجه ثالثه. هتقول لي ايه هي؟ هقول لك دلوقتي انت لسه قايل انه الفاتوره الواحده ممكن تدفع بالاجل، صح؟ هقول لك اه صح. وفي طبعا ده شيء وارد جدا انه في عالم التجاره مش لازم اسدد الحاجه كلها مره واحده، صح؟ هتقول لي ارضو صح. هقول لك يعني معنى ذلك ان احنا كده ممكن يكون عندنا عمليات سداد، مظبوط؟ هتقول لي اه مظبوط. طب ايه رايك لو عملنا وصولات سداد علشان نقدر ان احنا نعمل عمليات السداد دي؟ يعني اذن صرف مثلا نقديه، ده مهم جدا من ضمن الحاجات اللي احنا لسه عايزين نعملها. اذن صرف مثلا مستحقات، وطبعا ده يكون عباره عن عباره عن سند على سبيل المثال زي سند قبض او سند صرف مثلا. والسندات دي من السندات المهمه جدا. ليه؟ لان سند الصرف انت ممكن تطلعه لفلان الفلاني لحساب مثلا فاتوره معينه، او ممكن مثلا يكون سند مصروف يومي. ما هو انت ممكن تبقى عايز تعمل العمليه
بتاعه المصروفات مثلا، تعمل مصروف النهارده بس تثبت العمليه كمان بسند، على سبيل المثال يوقع عليه فلان وممكن ترفقه كمان، عشان احنا قلنا ان احنا هنتعلم ازاي نرفق الصور بتاعتنا والحاجه بتاعتنا في التطبيق. فبالتالي شوف واحنا بنفكر وبنحلل التطبيق اهو قبل ما نقول يا هادي بسم الله، بنحط كل الحاجه اللي احنا محتاجينها. وزي ما قلت لكم احنا شغالين بالطريقه البلدي العاديه جدا البسيطه لاي شخص، انما احنا مش عايزين نعقدها. بنحلل دلوقتي التطبيق، بنشوف كل ما يمكن ان احنا نشتغل عليه. فدلوقتي بقى طالما عندنا سندات، يبقى احنا محتاجين زي ما حضراتكم عارفين ان احنا نعمل ايه، ان احنا نعمل اللهم صل على رسول الله جدول ليها. هتقول لي ليه يا محمد؟ هقول لك لانه دلوقتي انت عندك الفاتوره الواحده عملت لها جدول اصناف، صح؟ هتقول لي اه. وفي نفس الوقت كمان الفاتوره الواحده ممكن تتدفع على اكتر من مره، مظبوط؟ هقول لك برضو اه. ليه؟ لانه انت لما تيجي تبص دلوقتي مثلا ممكن ندفع مره لقيمه فاتوره مثلا ب 100,000، فانت قمت جاي مره محول حواله بنكيه ب 30,000، ومره قمت محول على سبيل المثال اللهم صل على رسول الله، مره اديت مثلا للمورد شيك ب 50,000، يبقى دي 80,000، وجيت مره قمت مديله الايه الفلوس بتاعته كاش. اذا هنا هو مربط الفرس، ان انا لما اجي اعمل عمليه سداد للفاتوره من ضمن الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها، لما اجي اسدد الفاتوره ممكن اسدد مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه لما يتم استيفاء الفاتوره تماما، وابقى عارف كده الفواتير اللي عندي قد ايه واجماليها قد ايه وعليا كام بره وليا كام عند الناس. وده يهمك جدا جدا وانت شغال. فبالتالي دلوقتي واحنا شغالين زي ما عملنا الفواتير بتاعه المشتريات على سبيل المثال، عايزين نعمل بقى الايه الانفويسز، انا اسف يا رب، اللي هي قصدي الاستندات. انا يمكن بس يعني مش ضليع في حته التجاره فمش عارف المصطلحات قوي بالانجلش، بس تعالى مع بعض نروح كده على جوجل قول له مثلا سند صرف بالانجليزي، اهو بص واحد كده بيقول بالانجليزي اهو سند صرف ريسيبيانت، اه زي ريسيت، حلو جدا. ممكن مثلا سند قبض، ولا افترض اهو بالانجليزيه اهو كاتش ريسيت مثلا، حلو قوي. يبقى احنا كده عرفنا انه في ريسيب، وريسيب طبعا زي ما حضراتكم عارفين في الاول او في الاخر بصوا كده كاتش ريسيت، صح؟ الريسيب بتاعي في الاول وفي الاخر عباره عن ايه؟ وصل. يبقى احنا هنعمل ايه؟ ريسيبس، واحد منهم للقبض وواحد منهم للايه؟ للصرف. فنيجي نشوف مع بعض كده الموضوع واحنا شغالين عليه على سبيل المثال. بس برضه انا عايز اشوف كلمه الصرف دي عباره عن ايه، او سند صرف بالانجليزيه. اه كاش، لا كاش دي بوز دي لا صعبه، لا صعبه دي، لا دي بوز ده ايداع مش سند صرف ده. لا طب احنا خلينا نقول ايه صرف، خلينا نقول كلمه مثلا كلمه صرف بس كاشينج. او ماي بص خلينا نقول كاشينج ريسيد، اه بنخترع وبنفتكس اهو. والتاني كان ايه؟ كان كاتش تقريبا، بس صعب قوي برضو اللي هي سند قبض دي، اصل قبض دي مع كاتش هقبض على واحد، هنشوف لها مخرج دلوقتي، اكيد هنسال الناس بتوع التجاره ونعرف حاجه. المهم ان احنا نعمل الجداول بتاعتنا وبعدين نغير اساميها، سهل قوي ان احنا نغير اساميها زي ما انتم عارفين. بس خلينا الاول نعمل الجداول بتاعتنا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اعمل الجدول تعالى نفرط كده محتوياته تاني. احنا هنا عملنا الفواتير ورحنا مع بعض وعملنا الفاتوره وعملنا جدول لاصناف الفاتوره، وهنعمل بقى جدول للايه؟ للسندات. حلو كده؟ فانا هعمل هنا عمليات الايه؟ السداد بقى. بس السداد برضو في الاول وفي الاخر هنا في الحاله دي بقى ممكن تيجي تقول انه هو جدول واحد. هتقول لي يا محمد ليه؟ هقول لك لسبب بسيط جدا. انا لما بربط السداد بربطه برقم الايه؟ الفاتوره بتاعتي. حلو كده؟ لا بس ثانيه واحده، صح معلش، انا عندي هنا عندي فواتير للمشتريات غير مبيعات، صح كده؟ يبقى خلينا نقسمهم في اثنين زي ما احنا. حلو. طيب تعالى مع بعض نشوف. انا هقول بسم الله الرحمن الرحيم وهقول سندات صرف نقديه. سندات صرف النقديه اللي انا بتكلم فيها دي خاصه بفواتير المشتريات. حلو كده؟ وسندات قبض ان انا هاخد من العميل بتاعي، دي هنخليها المبيعات. يلا بينا. يلا نقول كده ان احنا هيبقى عندنا رقم السند وتاريخ الصرف، طبعا ده اساسي. وهيبقى عندنا كمان بيانات العميل بقى، هيبقى اكيد مليون في الميه الانفويس اي دي اللي هو رقم
الفاتوره بالشكل ده. وعندنا انواع السداد. انواع السداد زي ما احنا قلنا ايه، زي ما احنا قلنا ممكن يكون اللهم صل على رسول الله، ايه يا محمد، ايه زي ما احنا قلنا كده، ممكن يكون حواله بنكيه، ممكن يكون شيك، وممكن يكون كاش. حلو كده. طيب وايه تاني ممكن نحطه؟ هنقول كمان طبعا ان دي حاجات مهمه جدا، البيانات بتاعت العميل هنجيبها من هناك، من اللي هو المورد، هنجيبها من جدول الموردين. دي سهله قوي لانه انا كده كده عندي السند، رقم السند نفسه، هتبقى سهله قوي ان احنا نعمل الموضوع ده. فبالتالي عندي كده رقم السند، تاريخ الصرف، ورقم الفاتوره، ونوع السداد. عايز اجيب ايه تاني يا محمد يا يحيى؟ يا محمد عايزين طبعا المبلغ، المبلغ نفسه اهو ده اساسي طبعا. عايزين كمان ممكن نكتب المبلغ بالاحرف، يعني بالرقم حاجه وبالاحرف حاجه، ناس بتهتم جدا بالحاجات دي. وطبعا اكيد مليون في الميه مين اللي عمل، الموظف اللي عمل السند نفسه، ان ده مهم جدا، ده هيتحاسب. ده انا لما اعمل سند صرف او 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 سند قبض لازم اعرف مين اللي قبض ومين اللي صرف. ايه تاني يا محمد؟ اتكلم بقى عن التفاصيل نفسها بقى بتاعت السداد. هتقول لي زي ايه؟ هقول لك مثلا نوع السداد، ممكن يكون عندي مثلا اسم البنك، وممكن يكون عندي رقم الحساب اللي انا حولت عليه، وممكن يكون عندي رقم الشيك اهو، وممكن يكون عندي اسم المحول اليه. بس تعالى بقى ناقشني في الباقيين دول، هقول لك ايه. اسم البنك اساسي كده كده، ان انت لو عملت مثلا تحويل او كاش فكده كده لازم يكون طالع من بنك معين، سواء كان شيك، انا اسف، او سواء كان تحويل هيبقى لبنك معين. رقم الحساب، الحاجات دي خد بالك كلها مش كلها اجباري، دي اوبشنال في حالات واجباريه في حالات. رقم الحساب، لان انا لو هحول حواله فهحولها على رقم ايه؟ حساب معين. اسم المحول اليه هيفيدك في ايه؟ هيفيدك انه اصلا ممكن انت تكون بتحول لواحد باسم تاني، ودي بتحصل كتير في عالم التجاره. ممكن مثلا المورد يتصل يقول لي محمد بعد اذنك حول لي على مثلا حساب اخويا. طب إيه حسابه؟ رقمه كام؟ رقمه كذا، تابع لبنك ايه؟ لبنك كذا. طب اسمه ايه هو؟ اسمه فلان الفلاني. عشان كمان انا نفسي حتى في تقاريري اقدر اعرف، على سبيل الايه؟ المثال بالنسبه لحصر المعلومات دي. طب ورقم الشيك؟ نفس الكلام، لانه انت لو جيت بصيت هتلاقي انه انت ممكن تدي شيك فهيبقى ليه رقم وطالع من بنك معين، على سبيل الايه؟ المثال. وهيبقى في الحاله دي مش هنبقى محتاجين ولا رقم حساب ولا اسم المحول. فدي الايه؟ الاربع خانات. طبعا في حاله الكاش هيبقى فقط قيمه زي ما حضراتكم عارفين، قيمه ايه؟ قيمه نقديه لا غير. حلو قوي الكلام ده. اذا انا دلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا معايا عندي الحاجات الاساسيه اللي انا هبدا اعمل بيها الايه؟ الريسيت. طيب هو ايه كلمه ريسيت دي؟ والله انا بتلخبط فيها كتير دايما في بالانجليزي. تمام كده، سند صرف نقدي اهو. لا سيبك من الهبل ده، هي كلمه ريسيت. ريسيت بسم الله، ار اي سي اي اي تي تي. اوكي ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل ريت تيبل اب اندرسكور بيرتشيسز، صح كده، اندرسكور انفويسز اندرسكور ري سي كده بالمنظر ده. حلو كده. حلو وكده بقى طبعا انا هعمل طبعا زي ما حضراتكم عارفين الريسيب اي دي ده اساسي، هيبقى انتجر انسايند دوت نل برايمري كي واوتو انكريمنت. وهنعمل مع بعض طبعا زي ما حضراتكم عارفين الانفويس اي دي، ده مهم جدا، انت انسايند دوت نل بهذه الشكل. وهنعمل مع بعض ايه تاني يا محمد؟ ده رقم الفاتوره طبعا، نوع السداد اللي هو بيمنت تايب هنا، وده هيبقى عباره عن تايني انت اوف 1 اوف 0. وهنعمل مع بعض ايه ده محمد تاني؟ المبلغ اللي هو البيمنت اماونت، دي ديسيمال، ممكن تكون زي ما قلنا مثلا 8 2 0 اساسي طبعا. هيبقى في كمان عندنا ايه ده محمد تاني؟ المبلغ بالاحرف بيمنت ليترال اهو، اوفرتشر مثلا من 60 حرف على سبيل المثال.
نوت نل. في ناس بتبقى مهم جدا عندها ان هي تكتب المبلغ بالارقام والحروف، لان يعني ده تاكيدا وده مهم جدا ضمانا للحقوق. وطبعا نشوف بقى الحاجات اللي هي ايه كمان، زي اسم البنك، البنك نيم، اوفرتشر مثلا من 30 حرف بالكتير، ده طبعا اوبشنال. هيبقى عندنا البنك اكونت نمبر، ممكن يكون اي بان او 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 سويفت كود مثلا على سبيل المثال. فده هيبقى عباره عن فورتشر طبعا اساسي، ممكن بيبقى يوصل ساعات لغايه 20 حرف او 30 حرف، خليهم مثلا 30 مش هنخسر حاجه. وهنيجي نقول مثلا عندي كمان رقم الشيك، ممكن يكون شيك، هو الشيك ده بالانجليزي بيكتبش كده، والله بيتكتب بطريقه معينه. لا بس هو شيك بنكي، هو ليه طريقه معينه ما فاكر، يمكن ده كان فرنساوي، معلش انا اسف، صح. شيك نمبر مثلا، وال ده هيبقى مثلا ممكن يكون ارقام عاديه جدا اهو، فارتشر مثلا من سي 15 كتير قوي، ده برضو اوبشنال. واسم المحول ليه اللي هو ترانسفيرد مثلا تو فلان فلاني، فارتشر سي مثلا من 30 حرف كتير قوي. اكيد بقى هيبقى عندي زي ما حضراتكم عارفين كرييتد امتى الريسيت ده بهذه الشكله، وده طبعا ده ديت ولازم يبقى نوت نل اساسي. وعندي طبعا اليوزر اي دي بتاعي، وزي ما حضراتكم عارفين ده برضو انت انسايند نوت نل. وهيبقى عندنا بقى الفورين كيز، بسم الله اهو الفورين كي الاولاني هو عباره عن الانفويس اي دي، ده طبعا بريفرنسز الاب purchases invoices of invoice ID. وهيبقى عندنا كمان هنا مفيش حاجه ثانيه هتربط غير اليوزر اي دي اهو، فورين كي هيبقى اليوزر اي دي، وده هي references الاب اندرسكور يوزرز اوف اليوزر ايه اي دي. احنا كده عملنا الايه الجدول، ديسكرايب app underscore purchases underscore invoices underscore receipts. دي كده. وخلينا نعمل رينيم لاسم الجدول ده، لان هو receipts المفروض ان هو يعني ايه يعني سندات، ده تو هو نفسه هو بس اس في الاخر. رينيم معلش انا اسف التيبل ده تو ده. حلو كده، نعمل سكريبت تاني. ريسيت اي دي، الانفويس اي دي، بيمنت تايب، البيمنت اماونت الليترالي هي عباره عن ايه حرفيا، بنك نيم اوبشنال، بنك اكونت نمبر اوبشنال، تشيك نمبر اوبشنال، ترانسفير تو اوبشنال، كرييتد اساسي، يوزر اي دي اساسي. حلو جدا الكلام ده. زي ما عملنا دول بالظبط بالنسبه للمبيعات، هنعملهم برضه هم بالنسبه للايه؟ للمشتريات. بس احنا بقى المفروض ايه؟ هنعمل حاجه مهمه جدا، وهي ايه؟ احنا هيبقى عندنا بدل السبلاير اي دي اللي موجود طبعا زي ما حضراتكم عارفين، لما نيجي نعمل شو للتيبلز كده، هيبقى بدل ما عندنا هنا في البرتشيسز انفويسز السبلاير اي دي، هيبقى عندنا الايه؟ هيبقى عندنا الكلاينت اي دي. طيب شو كرييت، بدل ما اعمل واحد جديد بنفس الاسم وارجع اغيره واضرب بالكي والكلام ده، لا شو كرييت تيبل اب اندرسكور برتشيسز اندرسكور انفويسز مع بعض كده، هات لي كل ده زي ما هو كوبي اهو، وروح هنا عندي بالمنظر ده كده، سوري معلش اسف اهو، عدل لي بس بدل سبلاير اي دي، دي هتبقى كلاينت اي دي. وطبعا الكي هنا هيبقى عباره عن بدل ما هو سبلاير اي دي هيبقى الكلاينت اي دي بهذه الشكل. وهيبقى بسم الله توكلنا على الله، هيبقى بدل ما هو اسمه اب بيرتشيسز هيبقى اسمه ايه يا ماما محمد، هيبقى بقى اللي هو ايه المبيعات سيلز، تمام سيلز انفويسز. وهنشوف مع بعض ايه التعديلات الثانيه اللي ممكن نعملها. هيبقى بدل كلمه بيرتشيسز دي هتبقى ايه سيلز بالشكل ده كده اهو، وده هيبقى تو، وده هيبقى الكلاينت اي دي،
وده هيبقى اب كلاينتس وده هيبقى الكلاينت اي دي بالشكل ده كده. بالشكل ده. يبقى كده احنا عندنا كرييت تيبل اب سيلز انفويسز فويس اي دي كلاينت اي دي البيمنت تايب البيمنت ستاتس الكرييتد امتى ديسكاونت فيه ولا لا اليوزر اي دي البرايمري كي انفويس اي دي الكي كلاينت اي دي واليوزر والاب سيلز انفويسز كده مش عارف ايه كلاينت اي دي حلو قوي وده بالنسبه للايه لليوزرز حلو قوي. خد بقى الجدول ده كله على بعضه كوبي ونروح حاطينه فين هنا بيست يلا بينا. فاحنا كده عندنا كتير بالشكل ده شو للتيبلز عندنا هنا ايه السيلز بقى اهي تحت. طيب ايه عندنا ايه تاني بقى عندنا المفروض البيرتشيسز الانفويسز ديتيلز نفس الكلام بالنسبه برضه للفواتير كريت ده مفيش فيه حاجه اصلا هنعدلها كريت لا لازم تعدل برضه ثانيه واحده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ثانية واحدة بس ثانية واحدة خليكم معايا بسم الله الرحمن الرحيم عذرا على التأخير. طيب سكرايب هات الانفويسز دي لأ الانفويسز ديتيلز بقى بالشكل ده كده لا عايزين شو كرييت شو كرييت تيبل هات التيبل ده كوبي هنعدل فيه كده ونشوف ايه الحاجات المطلوبة عشان نعرف اول هنا بسم الله الرحمن الرحيم ده هيبقى بدل طبعا purchases هيبقى ايه sales product id quantity price وال invoice id حلو جدا بس احنا بقى هنا ايه
البرودكتس هيروح للبرودكتس، لكن انفويس اي دي مش هيبقى البيرتشيسز انفويسز، لا ده هيبقى ايوه كده اهو كوبي، لا ثانيه واحده كوبي لده، هنشيل الكلمه دي هنعمل كده اهو، وهنشيل الكلمه دي بالمنظر ده وهنعمل كده اهو، وهنروح مع بعض على السيلز انفويسز. ده خلاص الديتيلز برودكتس ماشي، بس الانفويس هنا هيبقى للسيلز مش هيبقى للبرشيسز، فهيبقى السيلز بالمنظر ده كده. ده بالنسبه للانفويس اي دي سيلز انفويسز اهو، اب سيلز انفويسز ديتيلز اي بي كي ده اتنين خلاص، ونعمل كده هو كوبي ونعمل بيست مع بعض كده بهذه الشكله اهو كده كتير اهو بالمنظر ده كده. طيب شو تيبلز، انا هنا بالنسبه للسيلز هنعمل شو تيبل اب اندرسكور سيلز اندرسكور انفويسز، عايز اتاكد من حاجه ده بيروح ل انفويس صح كده. طيب اوكي مفيش مشكله، وخلاص احنا عملنا التاني. اتفضل معانا الجدول التالت الاخير اللي هو بقى ايه، اللي هو هيبقى عباره عن الريسيتس. ماشي تعالى بقى نعمل الريسيتس بالمره، نعمل شو كرييت تيبل بالمنظر ده كده، هناخد الريسيتس ده كله بهذه الشكله، ونروح مع بعض هنا نعمل كده ونعدله. ده بدل كلمه purchases اهو هيبقى ايه، في find and replace هنا ولا مفيش find and replace ولا ايه، ولا عادي مش مشكله مش فارقه يعني. هنعمل هنا sales اهو، وده هناخده كده هو كوبي، وهنقوم رايحين هنا هو وعاملين كده كله. معلش انت مش المقصود، وانت هنا برضو مش المقصود. تعالى بقى الانفويس اي دي ريسيت اي دي اليوزر اي دي، اليوزر اي دي كده كده هيروح لجدول اليوزرز، اما الانفويسز بقى بدل ما هتروح لجدول البرتشيسز هتروح لجدول السيلز بهذه الشكله. وبكده احنا عملنا الجدول برضو نفس الكلام بالظبط، هناخد ده بقى كده كوبي بهذه الطريقه كده، وهنعمل بيست كده ونعمل شو تيبلز تاني. يبقى كده احنا عندنا البرتشيسز ليها انفويسز، ديتيلز خاصه بالانفويسز، والريسيتس الخاصه بالانفويسز، السيلز ليها برضو انفويسز وليها ديتيلز خاصه بالانفويسز وليها برضو ريسيتس خاصه بالانفويسز، وفصلنا الكيانين عن بعض. وفي اي وقت احنا كده حبينا نعدل في الفاتوره دي بطريقه، او حبينا ان احنا نعدل من الفاتوره دي بطريقه ثانيه، او نضيف هنا معلومات نضيف هنا معلومات، مش هنضطر نهائيا بالمره ان احنا نفصل ده عن ده اطلاقا اطلاقا. طيب هنا بقى يتفضل معانا اخر حاجه طبعا زي ما حضراتكم عارفين، اللي هي ايه بقى، اللي هي التنبيهات. التنبيهات بقى في الحاله دي طبعا اكيد اللي هي التنبيهات اللي هتوصل للمستخدمين، القايمه بتاعتي الاساسيه لان انا عايزه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على رسول الله. ممكن ايه، ممكن ايه يا محمد يحيى، هو كان اسمه ام بي سي اب، صح. هيبقى التنبيهات بتاعتي اللي هنا، التنبيهات بتاعتي هتبقى مهمه جدا، عايز برضو قايمه كده لما تنزل يبقى فيها التنبيهات بتاعتي دي مهمه قوي. وعلشان كده احنا هنقوم قايلين ايه، هنقوم قايلين التنبيهات احنا هنبعتها لليوزرز سبيسيفيكلي، مش للجروبس. فبالتالي هنقول كرييت تيبل اب اندرسكور ايه يا محمد، ولا خلي ده دلوقتي، خلي دلوقتي سبب بسيط، لان عايز الاول اشرح لكم حاجه قبل ما اعمل ده، لان انا هعمل التنبيهات بالعربي وبالانجليزي. يعني لما تفتح الواجهه بالانجليزي هتلاقي التنبيه جالك بالانجليزي، هتقول لي ازاي اختراع، هقول لك ما هو ده بقى اللي انا هعلمه لك، ولما يبقى بالعربي هيبقى برضه بالعربي، زي الواجهه بتاعتك المرئيه بالظبط، هتبقى هنا باينه بالعربي وهنا باينه بالانجلش. فده خليني اشرحه لك وقت ما احنا نيجي نشتغل على جزئيه التنبيهات، لان دي هتبقى اخر حاجه في الموضوع. لا مش اخر حاجه ولا حاجه، لا صح ثانيه واحده معلش، انا مش مشتاق والله، بس انا بس احاول ايه انظم الحاجه. فممكن اقول ايه، بص يا سيدي، مش احنا كده كده اصلا عملنا اللهم صل على رسول الله، مش احنا عملنا مع بعض زي ما انتم عارفين الواجهه عربي وانجليزي، صح كده؟ القيم دي في الواجهه المرئيه حطيناها فين؟ حطيناها زي ما انتم عارفين فين؟ في فولدرز للغه، كل طبعا لغه بالفولدر باسمها، وحطينا الفايلات بتاعت اللغه على كل اكشن احنا اشتغلنا عليه، وعلى هذه الشاكله فاحنا هنعمل برضو حاجه للنوتيفيكيشنز، هتبقى نوتيفيكيشنز زي ما هي موجوده بالعربي في فولدر نوتيفيكيشنز في اللغه العربيه،
وفولدر نوتيفيكيشنز في اللغه الانجليزيه. بس عشان بس اوريها لكم تاني عشان تفتكروها معايا، عشان لما اجي انشئ الجدول دلوقتي ما تبقاش العمليه ايه غامضه بالنسبه لكم. تمام كده؟ ف بسم الله توكلت على الله. انا هنا يا شباب هعمل الاتي. بص معايا كده، بص معايا كده، بص معايا كده. ايش بس يفتح ايه ونشتغل عليها على طول مباشره اهو. تقريبا اه هو ده الام في سي اللي احنا بنشتغل عليه صح كده. طيب لودينج كومبوننت فور ام في سي. لود بقى خلص بقى. كده نعتبر تقريبا خلاص يعني مش حاجه عندنا خالص بعد كده. البريد ده بقى خليه للاخر، بقى خليه للاخر خالص اقول لكم عليه. طيب بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. افتح معايا الفولدر ده يا عم البرنامج، وهات لي الفولدر بتاع اللانجوجز. وطبعا عندي عربي وانجليزي. شوف كل موديل عندي هنا، حتى التمبلت. التمبلت مثلا هنا بص معايا في اللغه العربيه، وبص على التمبلت اخوه بالظبط فين في اللغه الانجليزيه اهو. تمبلت في اللغه العربيه اهو. بص تكست داشبورد فاريبل بيطلع معايا. طبعا انتوا عارفين بيتحول لفاريبل ازاي. اللوحه الرئيسيه هنا اسمها ايه؟ داشبورد. هنا مثلا ايه؟ اب مانجر، مدير تطبيق، مش عارف احصائيات عامه، مش عارف موظفين، مش عارف ايه، تغيير اللغه، كل ده محطوط في شكل كيز. حلو كده؟ فهو ده بقى اللي انا هعمله فعلا بقى. ان انا هقوم جاي عامل ايه؟ هقوم جاي عامل هبعت الكي بتاعي، الكي بتاع النوتيفيكيشن، مش هبعت النص نفسه، مش هبعت النص اللي موجود هنا في قاعده البيانات يتخزن. زي مثلا ايه؟ نقول مثلا انه تم اضافه فاتوره جديده. تروح مثلا للاداره عشان الاداره تاخد بالها ولنفترض. فالمفروض انه النصوص دي كلها هتبقى نصوص ثابته موجوده عندك هنا في فايل موجود جوه فولدر النوتيفيكيشنز لما نيجي نشتغل على الموديل ده. فانا عايز بقى في الحاله دي بدل ما ابعت النص العربي ده عشان ما يظهرش زي ما هو عربي في العربي وعربي في الانجليزي، لا انا هاخد الكي بس اللي هو ده بتاع الايه؟ بتاع اللانجوج نفسها. فبالتالي هعمل النوتيفيكيشنز كرييت تيبل اب نوتيفيكيشنز، هتبقى عباره عن النوتيفيكيشن اي دي انت انسايند نل برايمري كي اوتو ان فيمنت. وهعمل في النوتيفيكيشن طبعا النص بتاعها، فهقوم عامل ايه اللي هو الكونتنت نفسه، او هنخليها التايتل لان هعملها بالشكل ده. بصوا معايا كده هحاول اعملها بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هو النظام قديم شويه بس انا برضه عايز اوريكم حاجه من سنتين او ثلاثه تقريبا. اهو انا عايزه كده يبقى التايتل وايكون تدل عليه والتايم بتاعه مش اكتر من كده. فهقوم رايح هنا هو هعمل التايتل بتاعتي اوفرتشور ماكسيمم مثلا 30 حرف نوت نل وال سوري معلش انا اسف. هنعمل كده سي، نعمل تاني اهو مع بعض في تيبل اهو. وبعدين هنعمل الكونتنت، وده هيبقى عباره عن ممكن فورتشور كتير قوي من 255 حرف نوت نل اهو بهذه الشاكله. وهعمل انا معاكم هنا الايه؟ التايب بتاعه اللي هو التايب اوف نوتيفيكيشن عشان نبقى نحدد الايقونه اللي انتم شايفينها فوق دي. ودي هتبقى عباره عن تايني انتجر اوف زي مثلا 2 لو عندنا اكتر من نوع مثلا معديين ال 10 ولا حاجه برضه نوت نل. وهعمل معاكم كرييتد امتى ديت تايم بهذه الشاكله نوت نل. وطبعا اليوزر اي دي اللي هو اصلا صاحب الايه النوتيفيكيشن دي ده هيبقى انتجر انسايند بهذه الشاكله نوت نل. وطبعا هنعمل فورين كي اخيرا لليوزر اي دي، وده هيرفرنس طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاب ايه اندرسكور يوزرز اوف اليوزر اي دي بهذه الشكل. يبقى كده لما نيجي نعمل شو تيبلز هيبقى كده انا عندي قاعده البيانات كامله بغض النظر عن الـ عن الـ عن البريد دلوقتي. ده هعمله كده حاجه يعني زي ما نقول حاجه فرعيه كده، حاجه كده اختياريه، حاجه كده مثلا يعني تكميليه بس هشرحها لكم برده ان شاء الله. بكده انتوا زي ما هتشوفوا معايا لو جينا بقى مع بعض سريعا كده عملنا انا اقول لك شكرا دلوقتي مش محتاجينك في اي حاجه دلوقتي خليك على جنب الله يحفظك.
كده سيف وراح اقفل لي ده. تعالى مع بعض كده نقول يا هادي يا رب اقفل لي ده برضو. تعالى نعمل كده ونفتح ده ونروح مع بعض سريعا كده على الداتابيس بتاعتنا. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح الانستنس بتاعت الماي اس كيو ال ونروح مع بعض على ريفرس انجينير كونتينيو ستور دي بي كونتينيو كونتينيو اكسكيوت كلوز. دول 18 جدول، 18 جدول. تعالى كده نبص عليهم مع بعض. بصوا ادي ايه جداول قاعده بيانات المخزن الالكتروني قدام حضراتكم اهي، والعلاقه الوحيده ال1 تو ايه ال1 تو 1 اللي تفتكروها معايا. تعالى نرتبهم كده على السريع. تعالى نقول اول حاجه البريفليجز والحاجات دي كلها والكلام ده كله. بصوا معايا اليوزرز بريفليجز اهي، ماشي. هات لي جدول اليوزرز يا عم محمد. الله يحفظك، حظك منين؟ من هنا، لانه مربوط بحاجات كتير قوي على فكره. بصوا حتى البرتشيسز والكلام ده كله برضو ايه لازم يوضح شويه. عايزين نروح مع بعض الاب يوزرز اهو، اهو البروفايل. فين يا محمد؟ فين يا محمد؟ فين يا محمد البروفايل بتاع المستخدمين؟ اللي انا بدور زيك بالظبط. ايوه اهو، تعالى. طب استخبي فين؟ على هادي يا ابني. حلو قوي ده البروفايل اهو، حلو قوي. حطه هنا ماشي جنب اخوه ده، وانزل لي بقى بالجروبس اهم. طبعا ده ال دي اللي جايب هنا دي، يعني انت هنا المنظر ده اهو، وحط لي البريفليجز اهي، وحط لي بقى الايه البروفايل اهو، وهات لي الجدول المستخبي هنا لوحده ده اللي هو الايه الصلاحيات دي كده. الجزئيه الخاصه بالايه باليوزر والاوثنتيكيشن والصلاحيات والكلام ده كله حطهم على جنب لوحده. تعالى لي بقى روح معايا فوق هنا، رتب الحاجات. حط هنا الاب اكسبنسز كاتيجوريز اهي كده بالشكل ده ماشي، وحط لي معاها الديلي اكسبنسز. الديلي اكسبنسز فين يا محمد؟ اهي ماشي كده اهي. لا طبعا انا ده مربوط بالايه باليوزرز اهو، حلو كده اهو كده بهذه الشكل ماشي. خلصنا من دول. تعالى بقى محمد حط لي هنا الله يرضى عنك دي البرودكتس فين، والكاتيجوريز بتاعت البرودكتس والحاجات دي كلها. واحد فين يا محمد؟ فين هي يا ابن الحلال؟ تعالى حط لي السبلايرز برضو تحت هنا هم والكلاينتس، لان هم الاثنين تقريبا عاملين زي المستخدمين كده اهم. حطهم لي هنا اهو بالشكل ده كده، وحط لي الكلاينتس برضو هنا تحتيهم كده، والاب برودكتس ليست. راحت فين الكاتيجوريز؟ فين يا جدعان الكاتيجوريز يا جدعان؟ هي اختفت في ظروف غامضه ولا ايه؟ راحت فين الكاتيجوريز بتاعتنا؟ اهي الكاتيجوريز اهي، تعالى يا بنت كده بالشكل ده كده. تعالى بقى نحطهم هنا، دي الايه؟ البرودكتس كاتيجوريز، ودي هي البرودكتس نفسها اهي بالشكل ده. هنا بقى انا عندي purchases، فعندي ال invoices اهي اهي. تعالى كده عشان انت ايه عامل لنا قلق، الله يرضى عنك. تعالى كده اهو، وانت بدورك اصلا خانقنا معاك ليه؟ احنا عملنا لك ايه اهو شوية كده، وانتي الانفويسز. تعالي هنا ونروح على السيلز انفويسز برضو نفس الكلام، سيلز اهي الانفويسز بتاعتها بتاعت ريسيبس اهي. وفي جدول هتلاقيه مرمي تحت هنا اهو، اللي هو الجدول ده اللي هو بتاع الايه بتاع الانفويسز، وده هتلاقيه رايح على البرودكتس اهو بالمنظر ده كده كده بالشكل ده. اعتقد كله كده تمام.
تفضل غير النوتيفيكيشنز دي هتلاقيها تايهه في النص هنا في اي حته. اهي حطها هنا لوحدها كده غلبانه بس. هو طبعا الجدول كبير مش هيوضح كل العلاقات اكيد 100%، بس يعني قدر الامكان احنا بنحاول ايه نوضحها للناس. طبعا ده سيادتك تقفله وتجيب العلاقه دي كده لانها علاقه 1 تو 1 مش 1 تو 1، هي الوحيده ال 1 تو 1 بس. خلاص سيب لي بقى الدايجرام ده كده اهو، اكسبورت تو بي ان جي، واشكرك جدا على حسن تعاونك معانا. بس شكرا كده، ونقفل ده ونقفل ده ونعمل دونت سيف، نقفل ده خالص ونفتح الدايجرام تاني مع بعض عشان نشوفه كده. اه حلو قوي. دول كده ايه، دول كده الاساسيات بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. نقول الحمد لله رب العالمين، عملنا التخطيط كويس مع بعض وشفنا العلاقات مع بعض وعملنا الجداول خلاص مع بعض، ونبدا بقى ان شاء الله باذن الله من المحاضره الجايه اول حاجه هنعملها مع بعض على طول هي المستخدمين اللوجن بتاعهم والصلاحيات. ده يهمني جدا جدا، ازاي هنعمل لوجن للمستخدم، ازاي هنخلي الرولز دي تتحمل معاه عشان تفضل موجوده دايما مع التطبيق، ازاي الاوثنتيكيشن هيحصل، وازاي الاكسس كنترول ليست هنشغلها عشان نشوف ده يقدر ياكسس ايه وما يقدرش ياكسس ايه. اشكركم جدا واشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله، سعدت بيكم واتمنى ليكم ان شاء الله وقت طيب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.